أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط الضوء فيها على السباق بين خيار الحسم العسكري ومسار الدبلوماسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. هل بات يمن اليوم أقرب إلى خيار الحسم العسكري لإجبار الحوثيين وقوات المخلوع على تنفيذ القرار 22/16 دون قيد أو شرط؟ تساؤل يفرض نفسه بعدما قررت الرئاسة والحكومة رفضها الذهاب لاستئناف المشاورات بناء على الخطة الأممية المقترحة. تزامن مع هذا القرار تطور مهم، إذ وصلت تعزيزات عسكرية إلى مأرب في سياق الاحتشاد لخوض معركة صنعاء أو ما تعرف بأم المعارك، وبالتزامن مع زيارة الرئيس ونائبه الأخيرة. وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي قال إنه لا عودة للمشاورات في الكويت قبل وضع الأمم المتحدة لجدول زمني، وأوضح أن الوفد الحكومي طالب من المبعوث الأممي جدولا زمنيا قبل المشاركة في جولة ثانية من المشاورات، مؤكدا أن قرار العودة من عدمه سيتخذ عقب مشاركة الرئيس عبد الرب منصور هادي في القمة العربية التي يتوقع أن تعقد نهاية الشهر الجاري. تصريحات المخلافي جاءت في ظل المساعي الأممية لدفع الرئاسة والحكومة للعدول عن مقاطعة المشاورات القادمة، وبالتزامن مع التصعيد العسكري على الأرض والتجهيزات الحثيثة لخوض خيار الحسم العسكري بعد تعذر الوصول إلى حل سياسي. السباق بين الخيار العسكري والمساعي الدولية للدفع بمسار السلام هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. قبل أن نبدأ نقاش نتابع هذا التقرير. تحتشد التعزيزات العسكرية إلى مأرب، ويتصاعد الحديث عن احتمال بدء معركة صنعاء. لا ضمان للسير في هذا الخيار الآن، ولا تبدو الطريق سهلة ومعبدة بالنظر إلى طبيعة المعركة وأهميتها. المؤكد أن زيارة الرئيس هادي إلى مأرب وضعت الحسم العسكري خيارا حتميا في حال تعذر المضي في محادثات السلام وفتحت الدروب أمام ضرورة الحل بأي خيار كان. المهم أن تخرج البلاد من تحت بساط الميليشيا وتعود الدولة بكل أدواتها. التصريحات الأخيرة لمستشار الرئيس ياسين مكاوي يجدر التوقف عندها والنظر فيما قاله وما تفادى قوله لأسباب سياسية. استنادا له تم البدء بتفعيل خيار الحسم العسكري ووضع طوق أمني للجيش والمقاومة على صنعاء بعد تطهير الريف المفتوح على مشارفها. عزز ذلك حديث نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر الطاهري بقوله إن إمدادات عسكرية جديدة من التحالف وصلت خلال اليومين الماضيين بهدف خوض المعركة المقبلة. وقال الطاهري إن التعزيزات تضاف إلى المنظومة العسكرية التي اكتملت إلى الآن. الواضح أن المجتمع الدولي لا يرى في خيار الحسم العسكري حلا ولن يسمح بالمضي فيه، لكنه غير قادر على الدفع بمسار السلام إلى الأمام ويتعثر للجولة الرابعة في الخروج بحل سياسي بين الأطراف. الجديد في هذه المساعي الدولية لقاء الرئيس بولد الشيخ أحمد في الرياض بعد يومين من زيارته لمأرب وإطلاقه الوعيد بحسم معركة استعادة الدولة وتلميحه بعدم ذهاب الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت في حال فرضت الأمم المتحدة رؤيتها المقدمة من قبل مبعوثها. مصادر في الرئاسة قالت إن اللقاء يأتي بعد الخطأ الذي وقع فيه المبعوث الأممي بتقديمه خارطة طريق لم تتم الموافقة عليها أو حتى عرضها على الوفد الحكومي، وهو ما دفع الرئاسة والحكومة للتهديد بعدم استئناف المشاورات وفق هذه الخطة. بعيدا عن السياسة، هل يضع الجيش في حساباته خيار خوض المعركة رغم الحسابات السياسية والدبلوماسية؟ وما الذي يتطلبه الخيار الهجومي الآن؟ القدرات العسكرية أم القرار السياسي أم الاعتباران معا؟ إذا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي. مساء الخير معالي الوزير. أهلا، مساء الخير، وأنتم طيبين. وأنتم طيبون. معالي الوزير، اليوم كان هناك لقاء للرئيس هادي مع المبعوث الأممي في الرياض، ما الذي حمله لقاء اليوم وما هي النتائج التي خرج بها؟ يعني كان اللقاء اليوم الأخ رئيس المبعوث حول دراسة الخطوات القادمة لعملية التشاور، تقييم العملية الفترة الماضية، والتصريحات التي صدرت من قبله حول كثير من الأمور التي احتاجت إلى توضيح لسوء فهم واضح وتناول غير صحيح لما تم في مشاورات الكويت. كانت هناك رسائل واضحة من قبل الأخ الرئيس للمبعوث الأممي ولكافة الجهات الدولية والإقليمية وأيضا للجبهات في الداخل بأننا على نفس المسار من الثبات
والوضوح الذي تم منذ البداية، وإنه لا يمكن أن تكون العملية السياسية أبدا على حساب قضية الوطن أو فرعنة الانقلاب أو الإخلال بالثوابت المتفق عليها. تم التأكيد على هذا الأمور اليوم بشكل واضح للمبعوث الأممي، وبأنه لا يمكن القبول أبدا بأي عملية سياسية تكون عبارة عن مطية لشرعنة الانقلاب أو التراجع عن الثوابت المتفق عليها. وتأكدت اليوم للمبعوث الأممي هذه الأمور بشكل واضح كما هو. طيب تحدثتم معالي الوزير عن وجود سوء فهم، ما طبيعة سوء الفهم ده؟ كانت هناك الكثير من الأفكار التي توضع، وهذه وجهة نظري الشخصية، بأن الكثير من مسائل سوء الفهم التي مرت فيها العملية التشاورية خلال الفترة الماضية، من وجهة نظري بأنك عندما تكون في عملية حوارية تأتي أفكار من هنا أو من هناك، ولكن ليس هناك اتفاقات أو هناك ما يمكن أن نستند عليه بأنها وثيقة للنقاش مضت قدما، ولكن أحيانا توضع فكرة أو هناك وتموت بنفس اللحظة أو ترفض أو يتم عدم التعاطي معها بشكل أو بآخر، بينما يتصور الآخر أو يتصور الوسيط بأن هناك اتفاق أو هناك توافق أو هناك نوع من القبول بهذه الفكرة أو تلك. لكن ما هو واضح ويجب أن يكون لديك للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، لأنه ليس هناك وثيقة رسمية قدمت كخارطة الطريق، وهذا الذي عمل لدى الوفد الحكومي نوع من الصدمة عندما تحدث المبعوث في 30 يونيو في مسألة أن هناك خارطة الطريق. لكن الحقيقة التي بعد ذلك توضحت والتي تم مواجهته بها بأن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق. هو يمكن القول كما يطرح البعض بأنه قال إنه أنا لدي وجهة نظر أو أنا لدي فكرة، ولم يقل هذه وثيقة أتفق عليها، ولكن حدث هذا السوء الفهم الواسع لدى الكثير من منصات الإعلام المختلفة ولدى المنابر السياسية. فكان نعم التوضيح بشكل قوي بأنه ليس هناك اتفاق أو وثيقة عرضت في هذا الاتجاه على الإطلاق، وإن كان البعض لديه فكرة طرحها في أحد المشاورات هنا أو هناك فتظل هي فكرة. طيب هناك نقطة مهمة أخرى معالي الوزير، وهي حديث وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عن ضرورة واشتراط الحكومة جدولا زمنيا لذهابها إلى المشاورات. ما الفكرة التي تريدها الحكومة من وراء ذلك، خاصة أن حديث ولد الشيخ كان دائما يتحدث عن مشاورات بدون زمن، بدون تقيد بزمن؟ دعني أولا أوضح بعض المصطلحات لنضبطها في تناولاتنا الإعلامية القادمة، وأتمنى عليكم ذلك، بأنه ليس هناك شروط أو اشتراطات، ولكن دعنا نقول الحكومة اليوم قالت بأنه لا بد من توضيح قواعد العملية التشاورية. هذه القواعد هي أصلا معلنة ولكنها ليست مكتوبة وموقع عليها، ونحن عندما نقول علينا العودة إلى هذه القواعد من أجل تعزيز عملية المشاورات، وبالتالي هي ليست شروط على الإطلاق. من ضمن هذه القواعد الضامنة في هذا الأمر هي الالتزامات بما اتفق عليه في المشاورات السابقة، جدول الأعمال في بيل، الإطار العام، النقاط المتفق عليها، كل هذه الأمور التي كان يجري الاتفاق عليها شفويا كقواعد منظمة تم نسفها من قبل الانقلابيين وعدم الالتزام بها على الإطلاق. الآن صارت هناك حاجة ضرورية حقيقية من أجل أن تسير العملية التشاورية أن تكون هذه الأمور موثقة ومعلنة، يعني لا يكتفى فقط بحسن النوايا وأنها تكون مجرد. ومن ضمنها هذا التزمين أو الجدول الزمني؟ نعم، وبالتالي كانت هناك تجربة بأننا سنذهب إلى المشاورات حتى ننجز عملية سياسية وليست عملية زمنية. هذا الأمر لم يعد مجديا الآن، ليس هناك إمكانية تجربة عملية صعبة مرت مثل 70 يوم الماضية، أكثر من 70 يوم ولم تخرج هناك خطوات عملية واضحة. يصبح مسألة التزمين أي إنجاز عملي أمر مهم في هذه القضايا، وبالتالي هذه هي تجربة العملية المشاورات، أنت تقيم المرحلة الماضية. من ضمن الخطأ التي ارتكبت أولا من وجهة نظري بأنها لم تكن مساعدة في إنجاح عملية المشاورات، أولا عدم وجود سقف زمني وهو كانت محل شد وجد لوجهة النظر، هل يشق زمن العملية؟ الآن صارت لدينا تجربة. طيب دعنا من هذه النقطة معالي الوزير، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا معالي الوزير. من هذه النقطة ينضم إلينا الآن
المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، أسأله حول هذه النقطة التي كان كثيرا ما يتحدث عنها المبعوث الأممي بأنه ليس هناك من سقف زمني لهذه المشاورات، وأن الأمور عادة في المفاوضات السياسية خاصة في نزاعات من هذا المستوى تحتاج إلى وقت طويل. هل تتوقع أن يعني تقبل أو يقبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة من ورائه بهذه العودة من قبل الحكومة الشرعية كما تفضل بذلك معالي الوزير إلى القواعد؟ طبعا أحييك وأحيي الأخ الوزير وأحيي السادة المشاهدين. بالنسبة للمفاوضات، الذهاب إلى المفاوضات دون ثلاثة أشياء رئيسية كان خطأ كبيرا، وهو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. كيف يتم تصور ذهاب إلى مفاوضات دون سقف زمني؟ هذه النقطة الأولى. حتى وإن كان الصراع السياسي والصراع العسكري طويلا، لكن المفاوضات هي على جولات. كان يفترض أن تكون جولة الكويت التي ذهبوا إليها في يوم 21 من شهر إبريل، كان يفترض أن تحدد لها فترة زمنية، ثم لا بأس من أن تكون هناك جولات أخرى، لكن أن يكون هناك جداول زمنية محددة. الذهاب دون جدول زمني محدد يعني أن الذي دعا المفاوضات يدرك أنها مفاوضات صعبة إن لم تكن مستحيلة. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا أنهم ذهبوا إلى هناك دون جدول أعمال. لم يكن هناك جدول أعمال واضح ومحدد ومتفق عليه من قبل الأطراف المختلفة. ولد الشيخ أعلن عن خمس نقاط حددها، ثم قال إن التفاوض سيتم في إطار هذه النقاط الخمس. نعم. الحوثيون أرادوا أن يبدأوا بالنقطة الأخيرة محل النقطة الأولى من أجل البدء بالعملية السياسية قبل تطبيع الأوضاع للعودة بها إلى ما قبل انقلاب 21 سبتمبر 2014. إذن الذهاب كان واضحا بدون أجندة واضحة للاجتماعات التي كانت في الكويت، وهذا سبب كبير من أسباب فشل هذه تلك الجولة. النقطة الأخرى أنهم ذهبوا أيضا بدون مرجعيات. لا ينبغي أن نخادع أنفسنا، لم تكن هناك مرجعيات واضحة متفق عليها من قبل الأطراف المختلفة. هناك أحاديث عائمة وغائمة حول المرجعيات الثلاث: القرار الدولي 22/16 والمبادرة الخليجية والحوار الوطني. هذه هي وجهة نظر الحكومة اليمنية، لكن الحوثيين وحلفائهم الحزب الرئيسي السابق علي عبد الله صالح لم تكن هذه مرجعياتهم، ولم يتورعوا عن الإعلان بأن هذه المرجعيات مرفوضة. وآخر خطاب صالح قبل أيام عندما قال بأنه لا شرعية للقرار الدولي 22/16، أما الحوثيون فإنهم لا يعترفون أصلا بالمبادرة الخليجية. وبالتالي منذ اليوم الأول ذهب إلى محادثات ليس فيها جدول زمني، سقف زمني، وليس لها جدول أعمال وإجندة واضحة، وليس لها أيضا مرجعيات واضحة. ماذا ننتظر في المحصلة النهائية من هذه المحادثات الهلامية العائمة؟ لن ننتظر أكثر من 70 يوما. يعني أنت حدد ثلاث نقاط هي عدم ذهب بسقف زمني ولا جدول أعمال ولا مرجعيات، لكن تحدث قبل قليل، وأعود الآن إلى معالي الوزير، الذي تحدث قبل قليل على أن هناك إحياء أو طلب من الحكومة للعودة إلى القواعد بتحديدها المتفق عليها في المشاورات ما سبق من المشاورات. الآن حديثي أو سؤالي لمعالي الوزير يتعلق ب يعني الآن أفهم أن هناك تأجيل رسمي لموعد استئناف المشاورات، خاصة مع حديث وزير الخارجية بأن الوفد الحكومي لن يذهب إلا بعد ذهاب الرئيس عبد الرب منصور هادي ومشاركته في القمة العربية، أليس كذلك؟ نعم، هو مسألة الزمن في مسألة العودة لم يحسم الوقت بعد، وهناك تأجيل للموضوع ليس فقط من أجل المشاركة في القمة العربية في نوكشوط، ولكن أيضا أؤكد على ما ذهب إليه العزيز محمد جميح في هذا الأمر، وهو قراءته للأمر، وهو معذور في ذلك، والإخوة المشاهدين والمتابعين للعملية، لأنه بالفعل الحكومة ليست كانت لديها مجرد اعتقاد أو وهم، لا، لديها ضمانات مكتوبة وموثقة من السيد المبعوث في هذا الأمر بأن الطرف الآخر ملتزم بالمرجعيات، بأننا سنناقش هذا الأمر ضمن جدول معلن فيها لجدول بيل. ولكن كان هناك أيضا من الأخطاء التي حدثت لبس كبير لدى الرأي العام ولدى القوى السياسية بأن هذه الأمور لم تكن بوثيقة موقعة مسبقة قبل الانتهاء إلى المفاوضات. تم الاكتفاء
في مسألة التفاهمات التي تمت مع المبعوث الخاص والتأكيدات التي أتت من قبلتي إلى الجانب الحكومي. ورأت الحكومة بأن هذا كافي لأن هناك التزام بالمرجعيات الثابتة وعلى رأسها القرار الدولي 2216. ثم نتفاجأ بأثناء المشاورات التي أنا كنت جزء من الجولة الأولى منها وليس لم أكن مع الأمر، ولكن أنا على إطلاع وثيق ولصيق بالأمر بأن هناك كانت تأكيدات من قبل المبعوث الدولي بأن الطرف الآخر بشقيه ملتزم بالقرار الدولي. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل معالي الوزير، دعني أكمل. عندما ذهب الوفد الحكومي بعد ذلك تم الاكتشاف بأن الطرف الآخر يراوغ لا يلتزم، وبالتالي الآن علينا أن نتأكد بأن هذا الخطأ الذي ارتكب في المرة الماضية لا يجب أن يتكرر على الإطلاق. على المبعوث الخاص أن يبدأ الخطوة القادمة بوثيقة موقعة بأنهم ملتزمين بالجدول بالأجندة، وكما ذكر الأخ محمد مثال أنا معه في هذا الاتجاه، يجب أن تكون هناك وثيقة معلنة بالإطار الزمني وبالأجندة المعلنة وبالمرجعية المتفق عليه. إذا لم تكن هذه الأمور واضحة وموقعة عليها نحكم على أي دولة قادمة أيضا بالفشل، ولا يمكن أن تسير خطوة إلى الأمام. ما تفضل به معالي الوزير يعني يعيدني إلى تصريح وزير الخارجية باهتزاز الثقة ما بين الحكومة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. إلى أي مدى وصلت ثقة الحكومة ما يعني مع بيانات ولد الشيخ أو مع ما يقوله ولد الشيخ ويعني يحدث في المشاورات السياسية بشكل عام؟ لا، نقول بأن هذه القضايا لا تحتاج إلى مجرد حسن النوايا ولا حديث الشفوية، ولكنها عملية سياسية تحتاج إلى وثائق ومكاتبات رسمية. نحن لا نتحدث عن الجوانب الشخصية، ولكن نتحدث عن إجراءات وخطوات يجب أن تكون ملموسة، وأنا مع هذا الاتجاه، لأنه لا يجب أن تقدم على خطوة قادمة إلا عبر أجندة موقعة ومعلنة للرأي العام، حتى يكون هناك رأي ناظم ومراقب للعملية السياسية. لا يجب أن تتم هذه الأمور بالخفاء، يجب أن تكون هناك مرجعيات متفق عليها وموقع عليها ومعلنة، حتى يستطيع الإنسان أن يعود إلى جمهوره وإلى القواعد التي يمثلها ويقول أنا ذهبت على بناء على هذه الأمور الموقعة. مسألة حسن النوايا والتأكيدات الشفوية لم تعد لي الآن. النقطة الأخيرة التي كان يجب التأكيد عليها والذي طرحت اليوم بقوة بأنه كيف يمكن الذهاب ولم تنفذ حتى جزئية من جزئيات مسار الثقة التي بدأت في ديسمبر، اللي هي إطلاق المعتقلين، الممرات الآمنة، وقف الاقتتال. هذا غير منطقي على الإطلاق، هناك موقف غير فعال في مسألة هذا المجال الذي يجعل العملية بركبتها تنهار منذ اللحظة الأولى. طيب على الرغم من جميع ما تفضلت به، يجب أن تكون مراجعة صادقة من أجل نجاح العملية السلمية. هذا ليس إخلالا أبدا وليس الشروط أبدا، هي إعادة ضبط لعملية القواعد التي كان متفق عليها بشكل أو بآخر. جميع ذلك معالي الوزير، جميع ذلك يدفعني معالي الوزير إلى سؤالي الأخير المتعلق بأن الكثير من الناس يرون أن ما تم من تصعيد عدوه تصعيدا سياسيا من ذهاب الرئيس ونائبه إلى مأرب هو عبارة عن عملية ضغط سياسي ليس أكثر في سبيل يعني تكتيك معين لكسب المزيد قبيل هذه المشاورات المتوقعة متى ما كانت أو متى ما تمت، على حساب التصعيد العسكري الذي فهم كذلك لوضعية مأرب كثقل عسكري بالنسبة للجمهورية اليمنية الآن. في أي سياقات يجب فهم هذه الزيارة التي جاءت قبل لقاء ولد الشيخ بأيام قليلة؟ لا علاقة للموضوع من أجل الضغط على ولد الشيخ، ولا لم تكن الزيارة من أجل رفع سقف العملية السياسية على الإطلاق. العودة إلى الميدان والحسم عبر الميدان والعودة إلى المقاومة الوطنية والعمل بجدية على الميدان هو الهدف الاستراتيجي الحسم. العملية السياسية هي تأتي في عدم القدرة على التنفيذ على الأرض الميدانية، وبالتالي مسألة أن المسار السياسي يجب أن يتعطل أو يجب أن يكون هناك ضغط ميداني من أجل تحسين الوضع السياسي هذا أمر غير صحيح. العملية العسكرية يجب أن تكون في أعلى درجات اليقظة فيها، نحن في موقف الدفاع الشرعي، في موقع تنفيذ القرارات الشرعية، تنفيذ إرادة شعب ومسألة إلغاء انقلاب على القانون والدستور وتحقيق الحلم لهذا الشعب. بالتالي العملية العسكرية والميدانية من وجهة نظري يجب أن تكون في أعلى مستوياتها وفي أحسن مستوياتها بغض النظر عن التعرضات وفي العملية السياسية، وبالتالي يجب أن تكون هذه الزيارة ليست زيارة إعلامية لتحقيق أهداف بسيطة ومحدودة، ولكن هي ضمن عملية استراتيجية عسكرية لإعادة ضبط عملية الميدان الذي هو بالأخير المحك الحقيقي لإنجاح أي عمل سياسي قادم.
إذن معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور محمد جميح. دكتور، إلى أي مدى وسط كل ذلك، وسط حديث معالي الوزير وكذلك وسط ما سمي بالتصعيد السياسي من قبل الشرعية اليمنية، أن يسهم في تصحيح المسار الدولي في التعامل مع الملف في اليمن؟ أنا أعتقد أنه قد يساعد في تصحيح بعض المسار الدولي في النظر إلى طريقة المفاوضات، لكنه لن يسهم بأي حال في تغيير وجهة نظر الطرف الآخر حول هذه المفاوضات. وبالتالي المهم هو أن يغير الطرف الآخر وجهة نظره، وأن يقتنع من داخل صفه بأن السلم ضرورة، أصبح اليوم ضرورة في البلاد، وأنه لم يعد لديه إلا أفق مسدود. ما لم فإن المجتمع الدولي في الأخير هو لن يمارس أي ضغوط على الحوثيين أو على صالح من أجل تنفيذ القرار الدولي. هذه تجربة معروفة، يعني الأمم المتحدة لا تحل نزاعات، يعني ما هو النزاع الذي الأمم المتحدة وحلت هذا النزاع من العراق إلى فلسطين، قبل ذلك إلى السودان وإلى ليبيا اليوم وسوريا واليمن. ما هي القضية الناجحة التي خاضت فيها الأمم المتحدة وصلت فيها إلى حل؟ ما لم يقتنع الطرف الآخر بأن الانقلاب يجب أن يتوقف، فإن الحل العسكري والاستنزاف العسكري سيكون واردا. وقد رأينا خلال اليومين الماضيين كيف تحرك الميدان بشكل كبير، وحاول محمد عبد السلام أن يستبق أي عمليات عسكرية بالقول إننا ذاهبون في الموعد المحدد إلى الكويت من أجل تخفيف الضغط. هذا لن يجدي إلا بإعلان التزام كامل بالقرارات الدولية، بالحوار الوطني، بالمبادرة الخليجية. أما أن يأتي مسؤول من هنا وهناك ويقول نحن مع التعاطي الإيجابي مع القرار الدولي، ثم يخرج الرئيس صالح ويقول نحن لا نعترف بشرعية القرار الدولي والحوثيون كذلك، هذا مطيع الفقه. وبالتالي أنا أعتقد أن على اليمنية أن تنسق وأن تنسق مواقفها مع قوات التحالف العربي، وأن تنسق مواقف الجيش والمقاومة من الداخل، لتسعى في مسارين متوازيين ومتطابقين في الوقت ذاته، المسار العسكري والمسار السياسي، وأيهما وصل إلى الهدف أولا كان أولى. لكن لا ينبغي الذهاب إلى جولة مفاوضات بالشروط ذاتها والظروف ذاتها والإجراءات ذاتها التي سادت خلال شهرين وأكثر من جولة الكويت الأخيرة. طيب الدكتور، كان اليوم هناك تصريحات لوزير الخارجية أو قبل قليل تحدث فيها عن أنه الوفد الحكومي ذهب إلى 3 جولات من المشاورات وكان حريصا للسلام، والانقلابيون أثبتوا عكس ذلك، وقال أنه حان الوقت للمبعوث الأممي أن يقول من هو المعرقل سياسيا، في حال اعترف أو يعني قال المبعوث الأممي وحدد من هو المعرقل لمسار المشاورات السياسية، هل يقضي ذلك على العملية السياسية ويرجح كفة الخيار العسكري؟ أولا أنا لا أتوقع أن يقول ولد الشيخ من هو المعرقل. هذه ليست يعني غالبا من خلال آليات عمل الأمم المتحدة، هذه ليست مهمة المفوض الدولي أن يحدد من هو المعرقل، مع أنه شيء منطقي أن يقول الوسيط من عرقل الوساطة، لكن لم تبدأ بالأمم المتحدة على مثل هذه الإجراءات لأسباب كثيرة. لكن في تصوري أن الحكومة الشرعية يجب أن تحسم أمرها فيما يخص قضايا الاستعداد العسكري في حال فشل الحل السياسي، والحل السياسي فاشل. أنت تحدث نفسك الآن وعندما تطلع من الاستوديو والمشاهدون الذين يسمعوننا وولد الشيخ والحوثي وعلي عبد الصالح والرئيس هادي يعرفون تمام المعرفة بأن الحوثيين لن يسلموا أسلحتهم. لماذا؟ لأن السلاح هو الذي ضمن لهم السلطة، وهم من دون السلاح سيفقدون هذه السلطة. إذن أخذوا العاصمة صنعاء بقوة السلاح، لن يسلموا هذا السلاح إلا بقوة سلاح آخر. وتاريخ الجماعات المسلحة والميليشيات شاهد على ذلك، لا توجد جماعة مسلحة سلمت أسلحتها على مائدة المفاوضات، لم تسلم أي جماعة، والتاريخ شاهد، إلا بقوة عسكرية أرغمتها على الخضوع لسلطان الدولة وسلطتها، وبالتالي سلمت الأسلحة وسحبت الميليشيات. غير ذلك فإننا سندخل في مفاوضات هي لن تنتهي، سيستفيد الحوثيون وصالح بشكل أكبر، وسيكون الخاسر الأكبر هو اليمن الذي يتفتت ويتجزأ، وسيكون لدينا فيما بعد إذا ما استمرت سياسة شوية حر شوية مفاوضات ستكون هذه السياسة. طيب دكتور، بسؤال أخير ومناسبة.
لأمراء حرب ولتجزئة داخل البلد الواحد. دكتور بسؤال أخير يتعلق، يعني كان من تصريحات وزير الخارجية أن حسم أمر الذهاب إلى المشاورات هو الذهاب الرئيس عبد الرب منصور هادي، أو سيأتي بعد ذهاب الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى القمة العربية المزمع عقدها في أواخر هذا الشهر، ما الذي يعني ذلك؟ أعتقد أن ذلك يعني أننا لن نذهب إلى المفاوضات، أننا لن نذهب إلى المفاوضات إلا بشروط محددة، وهذه ليست اشتراطات وإنما هي أشياء طبيعية، وهم يدركون أن هذه الأشياء الطبيعية أو الظروف الطبيعية دعنا نسميها هي لن تكون ولن تتوفر. وهل يذهب الرئيس هادي لاستشارة الحلفاء العرب في أمور يعني قد تكون متعلقة أو تفوق مجال القرار السياسي بداخل اليمن؟ لا لا، الرئيس هادي هو لا أتصور أن يقول الرئيس هادي مثل هذا الكلام أو أن يصدر عنه حتى عندما كان في مأرب مثل تلك التصريحات إلا وهو على تنسيق تام مع قيادات دول التحالف العربي. دول التحالف العربي تدرك كما يدرك الرئيس اليمني بأن الموضوع في اليمن ربما مضيع الوقت فيما يخص جانب التفاوض، وبالتالي ربما وصلوا إلى نتيجة بأن الحل العسكري ينبغي أن يكون موجودا وحاضرا. إذن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم وأشكر جميع من كانوا معنا من الضيوف، وكذلك في ختام يتقبل تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات منتج الحلقة محمد القاسم وجميع الطاقم الفني والتحليلي. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.